اليوم راه سمعنا الدفاع ديال ذاك اللي خد خد وقت بزاف وحضر تلاعب بالالفاظ وتي غير حقائق النيابه ما دارت خدمه وتضعوها بينه وبين الوكيل ديالو لان الوكيل معترف وانت تجي تقول لي شي حاجه ضد الهضره ديال الوكيل ديالك احنا حضرنا في هذاك وحضرنا اش كان تيقول هو واش قال احنا ما جيناش شدينا عرفنا بانه هو اللي لانه واحد احترف قدامنا انا اش بينه وبينه هو ولا بين الملقب بديدي ولا الا كان ديدي قتل ولدي غادي نتعاتق معاه غادي نتبعو هو وانا انك انت اللي اعترفتي في الاول قلتي انا وعرفوك الناس وشافوك الناس وتتعترف وانت بقوه كنت تفكر هذاك شغلك هذا لا ثلاثه سوايع سته سوايع شنو حنا هادشي اللي دير لنا مرخص تيبقى يبقى يلعب بالالفاظ ويدي تلعب وما شاء الله ما شاء الله والحق يعلو على عليه راه غندور تاعي ورجعوا للحق راه الناس هذوك اللي كانوا تيتصنتوا ليه راه حتى هما عارفين تيقولوا تيقدروا يميزوا بين الكلام الصحيح والكلام والناس اللي داروا التقرير حتى هما راه ماشي جاو وحطاتهم المخزن تما راه كيما انت عطاوك انت بيدك حلا حتى هما راه عطاوهم المهنه باش يخدموا عاد صاحبي قلنا ان احنا ما كاينش الامن في البلاد ايوا ما كاينش الامن في البلاد وصحاب الامن كذابه غادي يكذبوا غادي يرفقوا اش بينهم بين اشرف صديقي ولا اش النيابه بين النيابه والاشرف صديقي اللي غادي تبغي ما فهمتش انا ما تيبغيش تقول لي دماغي شهود يا اخي راه ما غاديش نبقاش نهضروا راه حنا عارفين بعضياتنا راه حنا عارفين بعضياتنا راه الناس هذوك راه بالنسبه لهم انهم راه تيدي يوصلوا كل شيء راك وصلوا مثلا الحبس شي داروا وشتي القضيه الاولى كيفاش تلفقات وشتي هذاك وشتي كيفاش الناس وقع لنا مشكل معنا مع السيد لا هذاك راه هذوك يقدروا يديروا اي حاجه بقى لك هذا الشهاد راه نجيب 80000 شهاد راه هما محطوط مليون حنا عطيها 500 درهم 500 درهم ديال الشهاد ديالك. اول ما بدا المحامي ديال اشرف كيقول ان وكيل الكلام ديال المحاضر ديال الضابطه القضائيه اشرف ما كاينش ليه وجود والطوموبيله ديالو كاينه الطوموبيله ديالو كاينه وهو كان ربما كان روحيا وقيلا كاين هو تيعاود لينا كيف كان كيفاش عندنا الوكيل كيفاش داروا واش جمعوا وشكون يجمعهم بغينا نعرفوا اضرب على عمرك شتي رئيس العصابه تيضرب لو باغال لو باغال ترجع فيه حنا في السبعينات راه كان تيضرب بعيني قتل النص في الطاليان راه بعيني عمرك شتي سمعت شتي عمرك شتي لو باغال قاتل عمرك شتي شي زعيم ديال شي عصابه قاتل تيضرب راه هو راه تيضرب هو تيقول لهم انا هو فلان على باش مشاو لخوه هو باش عرفنا احنا هو راه الليله عرفنا انه هو مشينا لخوه راه مشينا نشدو خوه علاش لان تيقول لهم انا هو الهابو ما عرفتش تيقولوا هذاك سميتو الهابو الهابو هو اللي كان شكون تيعرض تيقول واحد الفتره عرفوا احنا الهابو ولا الهابو واش كاين اعتراف يا اخي واش معترف يا اخي راه الدليل على النيابه على النيابه وقالت لها غادي يكتبوا شي حاجه ما كايناش على البوليس ما يكتب شي حاجه ما كايناش انت ما بان لك هذا صاحبك هذا انه تيكذب حتى من بعد ديك الناس قلبت عليه اللي انت ماشي صاحب قلوب ما غيفهموش علاش غادي يقلب فهمت انا والله يهدي مقلق الله يهدي مقلق وتنتمنوا ان تنطلبوا لي النار الهدايه وانا ثانيا بيني وبينك وبيني وبينكم قدام الله سبحانه وتعالى هذا السيد هذا ما نسمحش ليه الا كان تيتبرى شي حاجه تيداوي الظلم وتيقول شي حاجه ماشي ديالي على حقه هو كان بعين بها راه غدا يوم القيامه غدا يتلاقى انا وياه ما نكذبش عليك ما نسمحش ليه ما يقولش لي انا مهنه المحاماه تدعي لانه انك تتبرع المظلوم راه ما يمكنش راه مهنه شريفه هذه هو كمحامي راه جميع وسائل الدفاع غادي لا يدافع من الحق ويدافع ولكن باش يغير باش يغير الحقيقه ولا ولا يدير المظلوم ظلم ويجيب واحد اخر ويعطي الواحد اخر
راه دار قمه ديال المحكمه هي الفاصله. انا ما تهضرش، انا تهضر كان بيني وبين الله سبحانه وتعالى، ان الله غدا غادي يقدم قيامه، انا حقي غادي ناخذو، ما نحتاجش انا كاع المحاميه لا قاضيه، القاضي هو الله، الحق هو الله سبحانه وتعالى، الهي سبحانه وتعالى. وانت هو انا متيقن 90% انه هو عارف شكون اش داير. سي مصطفى كنشوفوا ان الخيوط ديال الجريمه بدات كتتضح، واش هاد الاقوال كامله زعما كنتو على بال عليها، كنتو غادي تفاجئ عنده؟ لا حنا عارفين، عندنا واحد الفكره ربما مغلوطه ربما مغلوطات، عارفين ان المحامي تيدافع بالجميع باي هادي منين جايبينا الله اعلم. حنا في الدين ديالنا راه ما كاينش، راه ما غيمكنش تدافع على مظلوم ودابا تغير الحقيقه، راه ظلم كبير هذا عند الله سبحانه وتعالى. كيقول المحامي لا هذه المهنه ديالي. لا اسمح لي، راه ولا كنا حنا فاهمين مهنه المحاماه غلط، عطيني حاجه اخرى. واحتراماتي انا تنعرف ان المحاماه تيجيب الحق لصاحبه، تيدافع عندك مع حقك، دافع على الظالم بالتخفيض. عطى الله وسائل، عطى الله وسائل، ولكن باش تنفي وتعطي لواحد اخر، تلفق على واحد اخر ودير مسائل ما عرفناش هذاك شي اغراض لنفس يعقوب، ما تيري حاجه اخرى. خصهم بانهم يحاولوا استغلال الثغرات ديال القانون. جوستوم هو الغريب في الامر، راه الناس متمرسين، هذوك الرئيس ولا الهيئه راه متمرسه وعارفه اش دير. انا الغريب في الامر انه هذا التماطل اللي تيتماطل هو، لان خلى قبيله راك سمعتوه اللي تيدير مقدمه ديال ابن خلدون ما فيهاش نص ساعه ديال الهضره. او تتقول لي مقدمه ديال الموضوع، انا انت طه حسين ولا شي حاجه، وانت مقدمه بقيتي فيها ساعه الله روب، انت القاضي فيها او انت باقي ما دخلتي الموضوع. راكم انتم ادرى بهذا الشيء، ما عمرك شفت شي مقدمه غادير فيها اكثر من الموضوع. ايوا راه الكلام راه الموزون ولا هذاك راه عنده قواعد ديالو. واه يا اخي تبارك الله عليك، الله يسلمك ويبارك فيك.